أحسن الله إليكم. يقول هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر؟ لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، ونهى عن الصلاة عند القبور، نهى عن الصلاة عند القبور لأن هذا من وسائل الشرك، وأمر صلى الله عليه وسلم بإخلاص العبادة لله عز وجل، ولعن صلى الله عليه وسلم لعن الذين يبنون المساجد على القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، كل هذا من وسائل الشرك التي تفضي إليه. فلا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، لأنها صلاة منهي عنها، والنهي يقتضي الفساد، ولأن هذه الصلاة وسيلة إلى الشرك، لأن يدعو الميت أو يتقرب إليه أو يعتقد فيها أنه ينفع ويضر. نعم.